كلام امك. اسمع كلام امك يا ولا يا كيمو، ما تسمعش كلام مخلوق غيرها. هات يا بنت، هات. اسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام امك برضو. طب على الله يا كيمو. امسكي امسكي، تعالي يا حبيبي تعالي. مال عليك، بالراحة بالراحة ام لطفي، بالراحة. يا اختي ده هتنمي عيني. يلا يا عيال، يلا يا عيال، ايدك برجال حلقاتها في ودانتك، حلقاتها برجالتك، حلقاتها في ودانتك. يا رب يا ربنا تكبر وتبقى قدنا، يا رب يا ربنا تكبر وتبقى قدنا. حتى انا وزع خادي خادي فرق. يا لطفي ايه اللي انت مهببه ده؟ ومين دي؟ ايه يا امه؟ في ايه؟ مفيش حاجة، ده دي منة زوجة السامية. ادي جامد يا نهارك اسود ومطين يا حراق. انت ايه اللي انت عملته ده؟ بتتجوز على نوجة؟ ده انا سكنت لسه على رقبتك يا شيخ. وانا سكنت في قلبك يا نوجة. هتعوريني؟ هغزك وقتلك. وحبيب القلب الاولاني ابو النونو لو عرف ان انت كنت حامل منه ورحت اتجوزتي وانت حامل وسميتي ابنه باسم راجل تاني هيعمل فيكي ايه؟ تيجي نجرب كده نقول له ونشوف هيعمل فيكي ايه؟ انت بتخوف لبهجن يا حراق؟ زي ما انت بتخوفيني برمضان الوردان يا عين الحراق. لا يا حبيبي، لا دي احنا فيها سوا، والواد مكتوب باسمك وبرغبتك. هذا لو عرف هخلص عليك يا لطفي قبل ما هيخلص عليا. انا؟ انا اعرف منين؟ نهار اسود. انت بتشتغليني ومفكراني ان الواد ده ابني؟ كل الفترة اللي فاتت دي بتشتغليني ان الواد ده ابني؟ انا الزوج المخدوع على نوجة. انا براءة. انت عارفة المشكلة فين يا نوجتي؟ فين يا توفي؟ في ان انت فاكراني توفي، بس انا بقى اعرفك هم سموني الحراق ليه. ويلا بقى نفضي الاوضه عشان ورايا دخله. ايه بقى؟ ايه فاكرنا فاصله مننا كده ليه باللبس اللي مش بتاع دخله ده ابدا صراحه؟ يعني هو احنا كده ازاي كده؟ اللي هو ايه؟ لا يعني مادام نوجه بره وانا هنا. بس يا لطفي انا مش ضد خالص ان ابقى زوجه التانيه ولا التالتة ولا الرابعة. برافو. أنا ما بركزش في الأرقام غير في الشغل وبس. شغلت. بس أنا بصراحة حاسة إن أنا في مسلسل الحاج لطفي. مسلسل الحاج لطفي، مسلسل الحاج لطفي يا منة، إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ وبتقولي إنه مدام نوجة، مدام نوجة، مدام نوجة دي في الشركة بس. إنما هنا أنت حرم الحاج لطفي باشا الحراق. اللي خلقته دي علامة، علامة مسجلة. أنت ما بتبصيش على الإعلانات بتاعت شركتنا، الإعلانات كلها وشي. طيب يعني يا لطفي كنا حتى النهارده قعدنا في اي اوتيل ولا حاجه، انت ما شفتهاش اصلا كانت بتبص لي ازاي؟ بص انا قد 10 زيها، بس انا يا حبيبي يعني مش عايزه اعمل لك اي مشاكل. تجمدي انت بس، انا عايزك انت تجمدي. مشاكل ايه؟ انت عارفه انت مع مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ مين؟ في ايه؟ مفيش حاجه. ميرسي قوي. مش نوجة اللي تنكات بدور يا حراق. الشرع حلل الأربعة. ده كلام ربنا ما يزعلش حد. مش غلط. الشرع حلل لك أربعة. بس أنا بأربعة يا لطفي. والقطة راكبة زيادة.
لا يا روحي، انا مش راكبه زياده ولا حاجه، انا بس عرفت ان البيت هنا ما فيهوش هوانم، قلت اجي ابقى الهانم اللي ورا الباشا. ولا ايه يا لطفي؟ هانم بس ماشي يا لطفي، انا فاهماك وكل اللي انت بتعمله ده هو ربنا ما يهزش شعر فيك يا نوك. واضح. قرعة تاخده من الشعور يا اختي، وجرامته الهانم تاخده من ساحة السالية. اقعدي يا حبيب امك هنا. الله يا بيلا يا بيلا، اعمل فطاير براحتك. دمك عايزة تنشف، عايزة تنشف الهدوم. هنعمل ايه؟ لازم ننشرها في الشمس الشموسة عشان تنشف الهدوم. تنشف الهدوم لازم ننشرها، والشمس بتيجي هنا يا حبيب امك، هنعمل ايه؟ خص عليا يا خارجة من باب الحمام. ايه ده؟ ايه اللي جاب الواد ده هنا وايه اللي عمل كده في الاوضة؟ جاي بارك لابوك. صباحان بركة يا عريس. ايه اللي انت عملتيه انت وابنك في الاوضه ده؟ ايه يا لطفي؟ عملت ايه يا اخوي؟ عملت ايه؟ الواد غيرته مبلوله، ده ناق غيرته مبلوله. اسيبها مبلوله ولا اجي انشرها في الشمس والميكروبات تطير؟ ولا الواد يبرد؟ عايز ضناك يبرد؟ قول. تنشري في البلكونه يا نوجه، مش تنشري في الاوضه. وبعدين الواد ده لازم يبرد، عارفه ليه؟ عشان امه ثلاجه. والله بيتي الملك. انشر هنا، انشر في البلكونه، انشر على دماغك، انا حر. ماشي يا جوز السكرتيره، ولو مش عاجبك تاخد السنيوره في ايد امك في ايد وتخلع من هنا. شيل الواد هشيكه بسرعه. اوعى ترد الكلمه بكلمه عليا يا بنت. الكلمه بكلمه. اوعى عشان الدرب بتاع زمان. عيني يا امال. عيني يا امال. اوعى اوعى يا امال. انت هتموت في ايدك دي نفسه. نفسه فين؟ ده يا ابني بس سهله انت تعملي فيها ذكر. يا امال اوعى يا امال. غوص من كده وهتشوف. ماشي. ايه الحكايه يا بنت نوجه؟ مالك انت هتفضلي قلبالي جوزك 24 ساعه؟ ما انتش عارف ليه بتضربني وتمد ايدك عليا قدام العوجه ده يا لطفي. مسخه، عامله زي البرقول مستورد بالظبط. ناوت ايدك، محدش غصبك عليها، انت اللي مش شاطر في الفاكهه. البلد يوكل، البلد يوكل يا بلد انت. بس عارفه نوجه، انت تستاهلي كسرة رقبتك وكسرة نفسك وكل حاجة. الله. امال ايه؟ قلتلك كرم فكك منه، جبتيه عشان تقعديه معانا هنا يقعد في قرابيزي غصب. غير بقى ابن هوجل اللي اتجوزتيني وانت حامل فيه، وبرضه بتلبسيهولي وعايزين اكتبه باسمي، يبقى ده ايه؟ مش لوي دراع؟ لا مش لوي دراع يا لطفي. والسر، السر اللي انا ائتمنتك عليه وعماله بتهدديني بيه، ده يبقى ايه؟ هقولك يبقى ايه؟ نهارك اسود، انت سمعت ايه يالا؟ انا ما سمعتش حاجه. انت واقف هنا بقالك قد ايه يا كارا؟ لسه جايه، اللي كنت بعمل حمام. الولع ده سمعنا، الولع ده سمعنا يا نوجه. ما انت سمعت ايه؟ انت لسه هتسالي ايه؟ تعالى الحق عيني يا نوجه. بص بقى يا عم كرم، الاوضه الحلوه دي فيها حمام وهتبقى بتاعتك لحد اما افرشها لك وهعلق لك كل الصور اللي انت بتحبها، كل صور الناس اللي انت بتحبهم، محمد صلاح بقى، لونار. بالنسبة بقى نوجا الأخ ده ما يهوبش بره باب الأوضة، ولو أمي سألتك في إيه بالظبط تقولي لها هو كيفه كده، هو الواد كيفه كده، يفضل قاعد في الأوضة ومش عايز يخرج بره، وتألفي عليها أي فيلم. ما أنت يا كراميل سمعت إيه يا حبيبي؟ قول لي وارحم روحك. ما سمعتش حاجة يا نوجا، قلت لك ما سمعتش. طب بص بقى يا عم كرم، حلو، سمعت ما سمعتش، بقك ما يتفتحش بنص كلمة، عشان لو ده حصل هتبعك يا كراميلا. وبقول لك الكلام ده ليك ولاختك، لا ليك بس ولا لاختك بس، هتبعوا يا نوجه وانت عارفه مين. امين يا عم كرم؟ امين يا ست نوجه؟ امين؟ امين يا لطفي، امين. خلاص، ما انا ملطيطه معاك في كل حاجه، الله يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه. في
في واحد بيسال عليك بره بيقول ان هو اسمه النقيب علي فايد. النقيب علي فايد؟ ليه؟ مش وقت. خليه يدخل بسرعه. طيب خليه يدخل بسرعه. اتفضل حضرتك. شكرا جدا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا باشا، ده سعادتك نورت الدنيا. مش غلط طبعا، انا عارف سعادتك على فكره. سعادتك تبقى قريب كمال باشا اللبات، صح؟ مظبوط. وسعادتك والدك يبقى محمود باشا فايد، صح سعادتك؟ صح. يعني اصيل اصلي مقصر. اتفضل سعادتك، نورت الدنيا كلها. منا منا كرتونه الهدايا الحلوه الفي اي بي في عربيه الباشا دلوقتي حالا وبسرعه. لا 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 خالص، انا مش هاخد اي هدايا. لا يا باشا، ما هو انا طبعا سعادتك يعني تعوز او ما تعوزش دي حاجه ترجع لك، بس ده واجب علينا. مش معقول سعادتكم تبقوا بتفضوا ارواحكم يعني عشاننا واحنا نستخسر فيكم مثلا يعني شويه هدايا يعني مش ما تجيش. قهوه الحكومه ايه؟ اه كده ماشي، ممكن اشرب قهوه مظبوط. منا قهوه مظبوط. بسرعه دي مصيبه باشا. وربنا وربنا انا عارف سعادتك، انا كنت متاكد من الطلب اللي حضرتك طلبته ده، لان انا متاكد ان سعادتكم بتحبوا كل حاجه مظبوطه، صح؟ انت سوابق صح؟ ظلم. انا سوابق بس ظلم. بس يعني طبعا يعني اي حاجه وكل حاجه تيجي من الحكومه خير وحلوه جدا طبعا. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا اتحرمت اتحرمت من التجنيد. عارف ليه سعادتك؟ لان انا ماليش اخوات، وده كان شيء بشع. بس انا اعتبرت ان الفتره يعني اللي انا قضيتها في السجن دي ان انا يعني اديت برضو خدمتي الوطنيه لبلدي ووطني مصر. وطبعا حضرتك مش معقول سعادتك تبقى جاي لغايه هنا عشان تسال السؤال ده بس. يعني اصل لو كده كنت انا فيشت نفسي وبعتت لسعادتك الفيش على البيت على طول يعني. لا بصراحه يا لطفي انا عايزك في حاجه تانية خالص. امورنا باشا. كنت عايز اسالك عن بلال صالح العناني هوجن. بلال صالح العناني هوجن؟ في واحد بره بيتخانق وبيقول ان هو عايز يقابلك وعلاء منعه. مش معقول يا منى. مش مين طيب؟ معرفش، بيقول ان هو اسمه بهلول الحمش. بهلول؟ بهلول بيه الحمش؟ يا يعني الناس اللي بتاعه خالص ده. خليه في الميتنج روم لغايه ما اخلص مع الباشا. انا يعني هسيب الباشا واروح له؟ لا لا تمام. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي عليك يا داخليه. ونمسك الخشب بقى، نمسك الخشب جامد. في ما هو اصل يا باشا يعني ما دام سعادتك سالت يبقى سعادتك شكيت، وما دام سعادتك شكيت يبقى بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني الحس الامني عند سعادتك شغال 10 على 10 و100%. حلو الكلام قوي. طب ما تحكي لي بقى تعرف عنه ايه؟ احكي؟ احكي. بصراحه يعني هوجن ده يا باشا هربان من جريمه قتل. علاء وارب الباب وخليك واقف ورا الباب بالظبط، يعني احتياطي عشان مش فاهمين اللي ممكن يتعمل. بقول لك يا بهلول، ما تفكك بقى من القصه بتاعت انت سرقتني والكلام الحمضان ده. اصل احنا من الاخر يعني اتنين حراميه قاعدين بنتكلم سوا مع بعضينا. بس انا حرامي حويط وانت حرامي عبيط. عفر. كل اللي انت فيه ده من مالي يا حراق. مالك كنزي للنزه يا حبش. وقدامك سكتين، لو حابب يعني الحكومه قوي وكده وليك فيها روح للحكومه. لهم لطفي الحراق سرقنا يا حكومه. ولو مالكش افتح صدرك بقى واعمل معايا الصح راجل لراجل وخد حقك. انا جاي لك وعارف ان فلوسي هي اللي كبرتك. بس خلاص مش هقدر اعمل لك حاجه. مش هعرف ادورك ولا ازيك. عارف عارف يا بهلول. ما انت خايب طول عمرك معاك اللي عايشك سلطان. بس انت مزيت وزنك والقرش طول عمره هو اللي سيدك مش انت اللي سيده. يا اخي نفسي افهم حاجه. نفسي افهم ليه بتتاجر في الاثارات؟ ليه بتسرق؟ ها؟ ده انت بتعشق الفلوس عشق والفلوس ما بتطقش ريحتك يا اخي. وبعدين يعني الشله الحلوه راحت فين في الاخر؟ ما جت في اجر. انا عفر يا بهلول. انا جاي لك معفر جاهز. اقفل الباب ده، مش عايز حد يسمعنا. يا علاء اقفل الباب خالص، بس خليك ورا الباب برضه احتياطي.
كل ده علاء؟ اه بس علاء ماله؟ بص يا رمشي، اللي قاعد قدامك ده ميت ميت، وانا جاي لك دلوقتي عشان اساومك على اخر حاجه في حياتي. والله يا بهلول، يعني انا شايف ان لو بعتك حلوه انا شاري. انا معايا اللي يكبرك ويركبك على الكل. انا ممكن اخليك اكبر تاجر اثار في مصر تمن. حلو، ايه هو كلام وبكام واخلص؟ اول هام فلوس اللي انت سرقتها نصها حلال عليك، النص التاني هبقى شريك معاك فيها. طب ما تاخذنيش يعني في الكلام، انا ايه اللي يجبرني ان انا اعمل حاجه زي كده؟ اقول لك اللي يجبرك، بس يا لطفي انا ممكن اسلمك تسليم مفتاح للوردانيه لما يعرفوا ان بضاعتهم معاك، وبعد كده اسلمكم انتوا الاثنين للحكومه. خليك ناصح يا لطفي، وفد نص الحق ورجع النص التاني لاصحابه. اه وماله؟ هدورها في المال. لازم تدورها، بس دورها صح. بص يا لطفي، انا خلاص كبرت، ما عدتش قادر زي الاول. انا عايزك تكفيني وتقويني وتاكلني وتشربني، وانا هقول لك تاريخ كمال النبات النجس كله، هوقعه شر اعماله، هخليك تركب عليه وتداسه كمال سلط هوجن عشان يقتلني، بس هوجن فهمه انه خلص عليا، بس ما قتلنيش. انا قاعد قصادك اهو، يعني ما قتلنيش هوجن، تواني وحبسني، بس انا عرفت اهرب منه وجيت لك. الله، يعني هوجن لبس كمال اللباد الطاقيه؟ والله حلو. سيبك من هوجن وكمال اللباد وركز معاه يا لطفي، ما تبقاش ضيق الافق واسمعني كويس. الحاجه اللي انت سرقتها مني دي ما فيش في مصر كلها حد يعرف يبيعها صح غير العبد لله. دي لعبتي طول عمري اكتر من كمال اللباد ذات نفسه. اللي ما قدرتش اعمله في شبابي هخليك انت تعمله ما دام انت فاتح صدرك على الدنيا كده. بس اللي يهمني يا حراق انه انت ماشي في سكتك تدهس اللباد، تدهسه تفرمه، وبعدين انت تقب وتطلع وتحل محله. هو ده الكلام. بس خد بالك يا لطفي، حاجه مهمه هوا، انا لو ظهرت في اي خرابه لكمال ابن اللباد ده هيخلص عليا. الله، طب ما تغيلي بقى، لغيلي كده وقولي ايه الحكايه اللي بينك وبين كمال اللباد، وعلم عليك في ايه بالظبط؟ علم عليها كتير قوي. خلاص يا حريق، ما دام بقينا شركاء هلاقيك. والله هلاقيك، هقول لك كل حاجه. اهم حاجه عندي دلوقتي ابن اللبيت ده، اشوفه كده وهو هيتجنن ومش ملاحق، الضربه هتجيله منين ولا منين؟ ولا في ايه ياما؟ انت هتوشوشيني ياما؟ احنا قاعدين في الجنينه قد الحاره، انت اتعودتي؟ لا، ما انا مش عايزه جوز الجزم اللي جوه دول يسمعوني. ماشي، فضالي عايزه ايه؟ نط على ودني ليه؟ انت ايه حوارك مع البت نوجه؟ حوار ايه اللي مع نوجه؟ شكلك كده زي ما تكون ماسك عليها زله، داخل لها يوم سبوع ابنك وفي ايدك ضرتها، وهي عامله نفسها ولا هممها اي حاجه، بس بتقري كده وتنقط من جوه. هو في ايه؟ هو في ايه فعلا ياما؟ ايه الحكايه بقى؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ هو انت مش قلت لي عايزه اني اتجوز؟ ما انا اتجوزت مره والتانيه بقى، امال هتعملي ايه في الثالثه والرابعه؟ تبقى جبت الهم من روحك يا روح امك. المهم نعم، خرج الواد كرم من الحبسه اللي انت حابسها له دي. الواد مش محبوس بخاطره، انا يا عيني ساعات بسمعه كده بيعيط، طلعه
علشان ياخد بحس اخته بدل قهرتها بعد انت ما دخلت عليها بالدره. بقول لك ايه يا امه؟ مالكيش فيه. ايه؟ زي ما بقول لك كده مالكيش فيه، خلينا ادور بيتي بقى على مزاجي عشان انت ما تعرفيش الواد كرم ده عمل ايه. هيكون عمل ايه يعني؟ ما اقول يعني عمل ايه؟ قول يا اخوي. الواد كرم بيبص من الخرم الباب على منا وهو بيتغير هدومه. يا نهار اسود. انا مش عايز اتكلم بقى من الصبح. يا اختي. عامة يعني هما يومين كده بقدبوا فيهم واخرجوا، ما تقلقيش. عايزة حاجة تانية يا اما؟ لا يا حبيبي تسلم. طيب يا حبيبتي نور. ده ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ العيال بتتولد من بطن امها قليلة الرباية. خازوق ما يكون الولد بيبص علي انا كمان. كرم امسك قوم كل. مش عايز. مفيش حاجة اسمها مش عايز. كل بدل ما تموت. قلتلك مش عايز يا نوجة، أنا عايز الرجل بتاعتي. مفيش لا رجل ولا إيد. ما هو أنت لو تنطق وتبل ريقي يا كراميلا، يا كراميلا ده أنا نوجة أختك. يعني مش هدرك. قول لي أنت سمعت إيه بالظبط؟ ما سمعتش حاجة يا نوجة. يا نوجة طلعيني من هنا، أنا زهقت. ما هو أنت لو ما كنتش كلب هوجن كانت عدت. إنما أنت ده أنت بتحب أكتر من أمك الله يرحمها. يا منة يا منة بقى خلاص بقى خلاص يعني ما حصلش حاجة. لمة تنتون على تنتة. يا منة يا منة فكي بقى. ادفع حلوة بقى دعيلك. مش عايزين نضيعها ونضربها الليلة. يا نمتي في ايه بس؟ انت عبيطة ولا ايه؟ طب هو انت يعني في القلب ولا على الحجر غيرك انت؟ كلام يا لطفي كلام. انت قلت لي ان انت ما بتحبش اللي اسمها نوجة دي، وان هي مش لايقة عليك في المرحلة الجديدة اللي انت بقيت فيها. كله كان كلام في الاول وبس. نوجة عامله زي اول سابقه بالظبط، ما بتلزقش. مش بس كده يا واطي، ما بتنزلش على الفيش كمان بقى. انت بتروح عند كل واحده فينا تلحق لها شويه بكل خصوصيه. برحمه امي لو اوريك يا لطفي. كلام يا لطفي كلام. دفحت ولا لسه؟ لهوي كرم ولا يا كرم حر اسود. يا لهوي الواد راح فين؟ يا لطفي! يا نهار اسود ام نجم اللي انا اتضربت! الحقني يا لطفي! ايه في ايه؟ الولا كرم اخويا دورت عليه في كل حته في البيت مش لاقياه، الواد طفش! يا نهارك اسود ام نجم يا بنت الفعليه! روح دور عليه بسرعه! الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم يا عيلة فقر، يا عيلة فقر! لقيته؟ لقيت الولا صح؟ عملتيها يا نوجة؟ عملتيها بتلبسيها لي؟ عملت ايه يا مجنون؟ وربنا ما عملت حاجة يا ولا. يابا يابا خش ما تقوليش حاجة يابا. البت هتموت في ايدك الله يخليك. خش يابا الله يكرمك على وشك. خشي. أنا ما عملتش حاجة. هنروح أنا وأنت في بيتك يا جزمة. ورحمة أمك ورحمة أمك لو الموضوع ده ضلم بسببك أنت ولا أخوك ولا حتى ابنك، أنا هدفنك مع أبو زيد في قبر واحد. طب واحد يا نوجة. ها لطفي يا باشا، زي ما اتفقنا احنا ضد بعض. يا كمال باشا سعادتك يعني الام من مين؟ ده احنا معلمين، ما تقلقش من اي حاجه. الارض هتقع في حجرنا يعني هتقع في حجرنا. عفريت بهلول هيفضل لبيت لك يا لبيت، هيطلع لك في كل خرابة، وانت اسم الله على مهامك خراباتك كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح المزاد بقطعة أرض زراعية مميزة، ري نيلي بمساحة 15 فدان على الطريق مباشرة بمبلغ 15 مليون. 16 مليون. 16 مليون. 18 مليون. هنا 18 مليون. 20 مليون. كمال بيع 20 مليون. 26 مليون. 26 مليون. مين يزود؟ 30 مليون. 30 مليون كمال بيع.
الارض ما تستاهلش الركن ده كله. انا لقيت اراضي احسن من دي بكتير واكبر وبسعر ارخص كتير. انا محتاجها يا نور، انا هعرف اجيب ثمنها واكتر كمان. 31 مليون. 31 مليون هنا. 32 مليون كمان. ب 32 مليون. 35 مليون عمنا. 35 مليون لطفي باشا الحراق. 35 40 مليون يا عمنا. 40 مليون بهلول هايل. ايوه كده، ايوه شعللوا المزاد. 50 مليون. 50 مليون جنيه بلال باشا العناني. 50 مليون هايل. ايوه كده 50 مليون. المزاد حلو. 50 مليون يا جماعه. يا سلام الله يرحم. فاكر يا هوجن؟ فاكر لما لاحظت الطاسه بتاعت احسان وحرس اللي دفع لك 55 مليون يا عمنا؟ 55 مليون لطفي بالحراق. وحشني يا جماعه. وانت حبيب قلب لطفي. اللي ياكل طاسه سمين لوحده ايوه ياكل اي حد يقف قدامه. الله. 60 مليون. 60 مليون بلال بالعناني. 63 مليون. الحاجات اللي انت علمتها لي ما كفتنيش يا نور، فسافرت اكمل تعليم. 65 مليون. 65 مليون بلال باشا. مين اللي جاب الناس الزباله دول هنا؟ زود. شكل عملنا الاسود هيقع على وشنا. هايل. ايوه كده بهلول حي يا هوجن. بهلول حي. مين يزود وجاي كمان تقف قصادي؟ 68 مليون. 68 مليون. شكلك بتلعب بنار انت مش قدها. انا النار. انا النار اللي هتحرقكم كلكم يا كمال يا لبان. 80 مليون. 80 مليون جنيه. 80 مليون جنيه. 85 مليون. 85 مليون بهلول. بهلول بالحمش ولا بتيجي عندنا وضوءك؟ ايوه كده. ده مزاد صبياني. يلا يا جماعه شغل عيال. مين يزود؟ قول نفسكم. انت يا كمال لبيت، وانت يا هوجن، وانت يا حراق. ايوه مش عايز حد فيكم ينسى أوله. افتكروا كنتوا فين لما كنت أنا؟ والله يا بهلول كلكوا زبالة وعارفين بعض. الله يبارككم. بس محدش فيكوا لسه يعرف هو. مين يقول؟ 90 مليون. 90 مليون. يا ابني أنت بتدخل نفسك في حرب أنت مش قدها. يعتبروها إعلان حرب. 90 مليون. واللي خايف يروح، لأن اللي جاي ما جاش زي. 100 مليون. بلال بيل عناني. 100 مليون. 100 مليون. 100 مليون. حد هيزود؟ انا هنا. انا ده. انا تري. الف مبروك. الف مبروك. مبروك عليك. مبروك. الف مبروك. خلاص انتهى المزاد. شوفوا وشكم بخير دلوقتي. ربنا ادى الدكتور جسم وما ادالوش عقل. ليه؟ ليه؟ شكرا. عشان الدور لو هرش، بس لو هرش النقم الفلاح اللي مشغله هيفرم الفلاح في ثانيه. يعني ايه حرية؟ يعني هو كان لازم يفضل عايش كده زي ما هو. طور سقفه عضلاته بس. وربنا انت بدأت طلوة المفهومية من عمك بهلول. شفت بقى حرق اهو المعلم علم فيك صح ولا لا؟ وبعدين انا طول عمري بعامل الولا هوجا كده، طول عمري بيشغله معايا عضلات لا غير مخه. ايوه بس انا بقى مش هسيبه لحد اما يكبر، عشان لو سيبته لحد اما يكبر هيفرمنا كلنا. لا يا حراق لا، ما هو ده لو طور ما تهاجوش علينا. خلينا كده في حالنا، احنا كده حلوين اول يا ما بهلول. صح صح يا نوغان. بص يا لطفي، مفيش حاجه توجع الولا هوجا ده غير اللي منه. يعني انت تدور على هو بيحب مين وتأذي اللي بيحبه، كده تبقى عضيته في قلبه. بس أجارك الله بقى لو عرف ان انت اللي عملتها، ساعتها تروح تطلب الحاجة تشوف لك اي مطحن بني كويس عشان تجيب لنا منه كده، عشان نعمل قهوة سادة ونوزعها على روحك ان شاء الله. خلينا بس نلعبها معاه ونشوف. نلعبها معاه ونشوف هيحصل ايه. ويا هو بقى يوزع على روحي قهوه سادقه، يا انا اوزع على روحي عصير رمان. طب ما ترسينا كده يا حراق على اللي في دماغك، بتفكر في ايه؟ هتعمل ايه؟ فزع فزع.
غلط. الحقني يا هوج، المخازن بتاعتنا كلها اتحرقت. انت بتقولي ايه؟ ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في حد ناوي ما يقوم ناس، وده اكيد كمال اللباد. لا دي مش دماغ كمال اللباد، دي دماغ عائلتك. مفيش غير لطفي الحراق. طب وهنعمل ايه؟ العين بالعين، وانا البادي معايا اخرته وحش. بقول لك يا منفاخ، امرني سعادتك. انا عاوز نفقع الواد لطفي كام قلم على كام قفا كده عشان ندوخ. اه سعادتك، يعني لا مؤاخذه في السؤال المحرج ده، عايز القفا ده عادي ولا لوكس؟ يعني يجيب له فقدان ذاكره ولا ترطش الدم؟ سعادتك شكله. انا عاوزك تدلعه على الاخر. في دلع متشال لحبيبي، وحنيه من غير حساب. طب ده لو اتساب ده انا يجيني تعب اعصاب. صح. شوف يا لطفي، الضربة اللي ما تقتلش بتقوي، واللي زي هوجة ده ما يشغلوش انك تضربه بطوبة في الضلمة. يعني ايه تحرق له شوية مخازن؟ عادي مش مشكلة. عايز توجع قلبه؟ اسرق مخزن آثار. ما تزعلوش يعني بشوية فلوس، يعني ملاش لازمة. الله، صراحة كلام تقيل من باشا تقل، بس يعني بعد إذن معاليك، اللي زي هوجن ده عشان توقعه لازم تدوخه الأول. أصل أنا وأنا صغير كنت أحب الملاهي قوي، عشان كده بقى اتعلمت إني عشان أدوخ اللي قدامي لازم أزوله شوية الأول. يا لطفي، أنت دخلتها ماتش ملاكمة، وياريت تخبي وشك كويس. سيف ولا يا باشا؟ لا 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 يا حورس، أنا بعتلك عشان أسألك عن حاجة كده، عايز أعرف أخبار هوجن إيه؟ هوجن هوجن مش عارف يا باشا، من ساعة ما مشي وأنا قطعت معاه وربنا. بطل تكذب يا حيوان يا سواق. أنا ما بكذبش يا حراق. حراق؟ حراق اقعد اقعد، عيب. أنا آسف. طب بص يا حورس، عشان يظهر في حاجات كتير اتنست، أنا ما اسميش الحراق، أنا اسمي حراق باشا يا سواق. حورس يا حبيبي، أنا مش عايزك تقاطعه، أنا عايزك تصاحبه زي زمان وأكتر كمان، وأي أخبار تعرفها عنه ياريت تبلغني بيها طوالي. أنا كل اللي عايز أعرفه هو جاب الفلوس دي منين، وناوي يعمل إيه بعد كده، وأي حاجة هتبلغني بيها ليك عندي مكافأة كبيرة. أوامرك يا باشا. بس أنا عايز أقول لك حاجة يا حورس. اتفضل. مفيش واحد خني وعاش معانا على وش الكرة الأرضية. طب أنا مال؟ أنا مش خاين. هز دماغك وخلاص. ماشي حاضر. أنا عايز أقول لسعادتك على حاجة. الواد حورس ده عيل زبالة، صاحب صاحبه، يعني مش هيجيب لسعادتك أي حاجة. وما تأخذنيش يعني، لو سعادتك عاوز تزرع حد عنده هوجن، يبقى لازم تزرع حد ما يجيش في بال هوجن خالص انه مزروع عنده. مش غلط. اتأخرتي ليه؟ انا اللي بكلمك طول الوقت، تليفونك مقفول. هاتي الفايدة. معايا تسجيلين هيعجبوك قوي. والله لو عجبوني قوي هدفع لك مبلغ كويس قوي. لا نتفق الاول يا هوجا. معلش دي فيها طلاقي. انت لو اتطلقتي من لطفي الحراق هتطلعي بقرشين حلوين، ولو ما اتطلقتيش انا لا شفتك ولا اعرفك. سمعيني وانا مش هفصل. ماشي. مفيش حاجه توجع الولا هو ده غير اللي منه. يعني انت تدور على هو بيحب مين وتاذي اللي بيحبه. اللي بعد هو جندها باشا هربان من جريمة قتل. لطفي الحراق فتح معايا حساب جاب، وهياخد فوايد كمان. بص بقى يا عم مروان، أنا عاوزك تطلع مع الشحنة دي وتحضر تسليمها بنفسك. ليه؟ ليه يا فندم؟ عشان دي أكبر شحنة تطلع من عندنا يا عم مروان. يا حلو. بس حضرتك أنا مروان مراقب الجودة، مش مندوب تسليم. أيوة سيدي، ما أنا عارف، ما انا عارف الكلام اللي انت بتقوله ده كله، بس انا عاوزك بقى تروح معاها الشحنه وتحضر التسليم وتشوف الجوده بتاعت التسليم عامله ازاي. شوف الجوده حلوه مش حلوه. ها كل عيشه مروان. ماشي
حاضر. وهز دماغك. هزيت يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله. حلو قوي. يلا يلا شد حيلك يا مروان كده. حلو الخطوه السريعه الحلوه. يلا يا عم الحاج دور كده وسمعنا صوت العربيات. يلا بينا اتكل على الله. ايوه يلا. ايوه بقى يا حرق يا حلو. يعني ايه؟ يعني ايه العربيات بالشحنه كلهم يتسرقوا؟ شنطه ولا محفظتهم؟ طب انت ما تعرفش اوصاف الحراميه دول ولا حتى خدت رقم عربياتهم؟ كانوا ملثمين العربيه من غير نمر بس. وربنا يا فندم لو كناش مسلحين. انت هتقعد تهلطش في الكلام. انت هتقعد تهلطش يا فندم. انا ماليش دعوه يا مراقب الجوده. مراقب انت هتفضل ماسكني في مراقب الجوده دي؟ يلا اخوك انا مش مرتاح لخلقتك من يوم ما شفتك وهحبسك وتطلع بره. ماشي ماشي يا عم هوجن. هي بقت كده يعني؟ احرق حراق البس حراق وربنا ما انا سايبك يا هوجن. يا باشا يا باشا انا خسرت اكتر من نص فلوسي في الطلعه دي. ربنا يعوض عليك يا لطفي. ربنا يعوض عليك يا لطفي؟ ازاي يعني؟ مش واخد بالي. هو ساعتك يعني احنا مش متفقين ان احنا شركاء وان ساعتك هتوفر لي حمايه وغطا مقابل يعني ان شغلنا التاني يمشي في سكه واحده؟ ايوه بس ما اتفقتش معاك ان اشتغل لك سكيورتي احمي شغلك. دي حاجتك يا لطفي وانت المفروض تحافظ عليها. طب بص بقى يا باشا لو سعادتك يعني تمامك ان انا لما اجي اتضر لوحدي يبقى شكرا. عارف ليه؟ عشان انا كبير وتقيل لوحدي على فكره وسعادتك اللي مستفيد مني اكتر ما انا مستفيد منك. وعلى فكره انا لما بكبر حد بكبره بمزاجي. طيب انا عندي اجتماع مهم بعد 5 دقايق. مش غلط بس انا يعني كل اللي كنت عايز اقوله لسعادتك ان هو كان شكله كده قلب على الكل وقلب اسد بعد ما كان قطه وشفط مننا المزاد كله وداخل بكتفه في كل حاجه وسنن خرابيشه على الاخر. وسعادتك اللي حضرت العفريت ده بصراحه انا مش عارف انت عملت له ايه بس لو ما صرفتوش هيلبس سعادتك اول واحد. اللي زي هوجن ده اصواتي مهما اكرمته ونظفته وعملته بني ادم اصله وتربيته الزباله هي اللي بتحكمه. وهوجن واللي زيه الاشكال دي كلها بالنسبه لي برص. انا كمال اللباك اللي يقف قصادي افعصه تحت جزمتي. ما تاخذنيش يا باشا احنا بلدنا دي الكلام فيها كتير قوي. عارف ليه سعادتك؟ عشان معلوش جمارك. ايش يا لطفي انا هعديها لك وانت خلاص الدنيا لفت بيك وقاعد دلوقتي تاخد جدي مع كمال اللبات. بس انت فاكر الحكايه دي بدات ازاي؟ هوجن ده مش انت اللي اصطدته من القطر وقعدت تحفر وراه؟ حفرت طلعت لنا بهلول من تحت الارض وورده وحورس وجيت وسرقتوني ومن ساعتها مفيش حاجه فضلت زي ما هي. صلى على اللي هيشفع فيك يا بشر. عليه الصلاه والسلام. البرتيتا دي كلها اختراع سعادتك وحبل كل واحد فيهم كان ملفوف في صابع من صوابع ايد سعادتك. بس يظهر بقى ان سعادتك عجزت شويتين. ليه؟ امال ايه؟ واللعبه وسعت منك كمان والحبال اتلخفنت. بس لو ما لحقتش يا باشا الحكايه دي انا مش معاك. عارف ليه؟ عشان هتلف على رقبتك لوحدك. ايه؟ ايه؟ في ايه؟ انت صحيت يا حراق؟ صباح الفل يا توف. توفي؟ اهو بقالك فترة ما دلعتنيش. اخس اخس. طب يعني انا ادلع مين لما ما ادلعكش يعني؟ مش انت جوز حبيبي؟ مش عارف. خايف تكوني بتدلعيني وهتطلعي بتلدعيني. اخس عليك. بس عجبني حاجة انك قايم من النوم تشعر على الصبح. يلا صباحك فل. قوم كده اما اكبس لك ظهرك. بس 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 قوم كده بس 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 بقى بس. ايدك تقيلة. روح جيبي لي كوبايه شاي بليمون ولا حاجه عشان صاحي مش مظبط. حاضر من عيني.
منع حمل يا جزمة، وربنا لأكون أنا اللي مدلعك. الحق نفسك قبل ما البرد يخش عليك. ايه ده؟ بالهنا والشفا. هنا والشفا ايه؟ يعني أصعد دليفر في مصر؟ أصل أنا لقيت أمك عاملة لروحها كوباية الشاي، رحت عصر عليها ليمونة وجبته لك قبل ما البرد يتمكن منك. وهبعملها غيره بقى. خد اشربه يلا بقى، فهنا والشيف. لا 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 خلاص، شكر قوي، انا بقيت احسن دلوقتي. طب الحمد لله يا رب، ربنا يطمنا عليك دايما كده. هو ايه في ايه اللي بيحصل؟ عشان انا مش واخد بالي. في فيديو نازل لوالدتك وهي بتضربك بالشبشب في الميتنج روم، والفيديو ده انتشر وعمل اكتر من 200,000 فيو في ساعه واحده بس يا لطفي. حلو قوي اللعب الوسخ ده. ماشي، بص بقى منا، كل اللي كانوا حاضرين في الاجتماع ده يترفضوا دلوقتي حالا. انا هعرف اوريهم بقى شغلهم كويس، والفيديو اللي نزل على النت ده يتصرف عليه الفلوس زي الرز لحد ما يتشمل على النت كله، ما يبقالوش اي قطع. سوسي عم سنوسي. اهلا يا الف مرحبا. اهلا وسهلا. الف مرحبا يا سيدي. بقول لك يا عم سنوسي، ما تعرفش حد كده بيبيع بسبوسه بالبندق قريب من هنا؟ بسبوسه؟ الواد حماده الحلواني على اول الطريق. حلو، حلو قوي. روح بقى هات لي علبه سجاير كده اصفر احمر اخضر وشويه حلويات كده، شكلهم للعيال بتوعك كده واعملوا حاجه حلوه، ولما تجيب الحاجات كلها اشرب انت علبه السجاير عشان الست تعبت. الله يشفيك ويعافيك. يلا بينا بقى. عليك. اخلص يا عم سنوسي. يلا اخلص عليكم. الممل قوي. سلام على القبول. عامل زي ايه؟ انت بقيت عامل زي اي بنت ريكلام شغاله في كباري نص لبه، تفضل كده وهمك ومفهمك ان هي نجمه مصر الاولى، وياما هنا ياما هناك، والدنيا حلوه قوي، وانت بس يا دوبك لو شاورت لها ب 500 ب 50 جنيه تبيع لك اهلها كلهم مش نفسها بس، وفي الاخر تقرف منها. لازمته ايه الكلام ده يا حراق؟ لازمته ايه؟ بس؟ ما انت فتحت لي صدرك وعملت لي فيها تحطم في الرابع، وانا الاثارات، وانا اللي هخلص وفكك من كمال اللباد، وده اي كلام، واخرك لسانك. اخرك لسانك وطلعت عجوز، وعجوز قوي. بقيت عامل زي خير الحكومه. خساره فيك تمن الطلقه اللي هتريحك وتريحنا منك. ما لقيت لها الصرفه، وحياه امك الغاليه ما لقيت لها صرفه. السوق اليومين دول بقى عامل زي المراجيح، اب داون رايت ليفت، يعني غير مستقر، غير مستقر. الشغلانه بقت متقفله زي الدومنه، والولا هوجن بقى قافش على الشغل كله، ومحدش قادر يطلع قرش ولا يستلم بضاعه. خلاص بقى، يبقى فكك مننا بقى واطلع من الليله دي. كمان اللي بدأ يخلصها بسبع رجله الصغير.
معلش بقى لما المعلم يتكلم. لا لا فكك بقى من الليله دي خالص وخلصت وقديمه قوي. قصدي يعني ناخد وند مع بعض في الكلام. حرق يا ابني. خد مني خد مني. ايه؟ لما اقول لك ملهاش صرفه يبقى ملهاش صرفه. ولا مية زي كمان العباد يعرفوا يتصرفوا. الاسمع اللي بقول لك عليه. بص يا لطفي البضاعه في حضنك، لا هتاكل ولا هتشرب، خليها في حضنك لغايه ما الشغلانه تفك والسوق يطلبها. ليه؟ واتحنط جنبهم؟ انا عايز فلوس، انا عايز فلوس، انا هتعرق. والسوق كله يقعد يتكلم عليا ويقول لك لطفي الحراق من اول ضربه جاب دماغه الارض. من اول ضربه؟ لا 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 لا. انت ايه؟ فلست بدري ولا ايه؟ لا ما فلستش بدري ولا حاجه. هوجن ابتدى يضربني تحت الحزام. طول ما انت قاعد قدامي ومسبسب شعرك يبقى هوجن بيزغزغك. مش عايز يدوس عليك جامد. عارف ليه؟ عشان يفضل يتفرج عليك ويتسلى بيك. انما الولا هوجن ده شكله كده نيته للكل وانت اولهم مهببه بستين هباب. وبكره تقول بهلول قال. بقول لك ايه؟ انا مش فاضي للفطه بتاعتك دي. اتكل على الله عشان انت بقيت تقيل قوي. بقيت تقيل قوي يا بهلول ومفيش اي مصلحه جايه من ورا خلقتك. اطلع بره. النسكافيه يا حبيبي. بقول لك ايه يا منتي؟ نعم. هو انت يعني ايه نظامك بالظبط؟ عشان مش فاهم يعني ومش واخد بالي. يعني مفيش اي حاجه جايه في السكه؟ لا يا حبيبي ازاي؟ ده انا طلبت بيتزا وزمانها جايه دلوقتي. بيتزا؟ ده انت حلوه بقى منا وبتلوني ولذيذه اهو. بسم الله ما شاء الله. يا منا انا تعبت. انا تعبت جامد قوي معاكي. انا بقيت عامل زي الطور اللي مربوط في ساقيه ومفيش ميه حتى بتطلع. في ايه يا لطفي؟ هو لو في حاجه انا هخبي عنك يعني؟ تعال نروح نكشف. ماشي نروح نكشف وماله؟ مش غلط خالص نروح نكشف. انا بصراحه يعني نفسي اخوي كمال الصغير. ومنك انت، منا البت نوجة بقت كئيبه قوي. بقت بتفكرني بابا عرس بالظبط. بجد يا لطفي؟ بجد بجد. وانا كمان يا حبيبي والله نفسي اجيب عيل يبقى شبهك كده وعينه حلوه زيك. وبعدين بقى بقول لك يا حبيبي. ايه؟ انا كنت عايزه اغير عربيتي. ايوه بس يعني انت اصلك يعني المختاره اليومين يعني اللي هم اللي ناشفين شويه. هم ناشفين قوي. في ايه يا لطفي؟ ايه؟ العربيه اصلها هتطلع من عيني. عجباني قوي يا لطفي. يرضيك؟ لا ما يرضيش. يعني بكره تطلع على الاجنس تختاري العربيه اللي انت عاوزاها. وانا كمان يا حبيبي كنت عايزه افتح البوتا سنتر بتاعي. انت مش قلت لما اخلف افتحه لك؟ هو انا مش كان كوافير نوجة ياميها ولا انا مش واخد بالي؟ اياميها بص عدى قد ايه؟ وبعدين مش السنيوره بتاعتك بس اللي بتتكلم انجليش، احنا اتطورنا. انجليش؟ هو انت يا حبيبتي هتسوي نفسك بيا؟ في ايه مالك؟ اسود. انا يا منى اسوي نفسي بيكي ليه؟ ليه يا منى؟ ده انت يا حبيبتي ما تسويش حاجه في سوق الحريم يا بيت. ده انت لقمه مقدده مرميه جنب الرصيف محدش هيبص لك. انت عارفه انت ايه منا؟ انت عامله زي القرش المصدي مرمي كده اهو من بعد ما البريز اتلغت. يعني مالكيش. انا مش هرد يا لطفي. لا رد. مش هرد. لا رد. بقول لك ايه؟ بس وربنا ارمي عليكم مين انت بقى دلوقتي؟ مشترك. معلش يا نوجه بعدين عشان ما معيش فلوس دلوقتي. ما معكش ايه؟ ما معيش فلوس. ماليش فيه يا لطفي. ماليش فيه يا لطفي. اتصرف زي ما بتدي السنيوره تدي. وبعدين انا مش عايزه كتير، انا عايزه بتاع 3 مليون جنيه ولا حاجه يدلعوا لي الدنيا. افتح البيتو سنتر واحط جزمه في بقي وهسكت. هسكت يا لطفي. يعني مش استنى استنى استنى. راجعت نفسي كده الصراحه حسيت ان انا هاجي عليك. بكفايه عليك مصاريف السنيوره بتاعتك. خلاص حرام. الله يخليك يا نور. الله يخليك يا حبيبي. هتصرف انا. هكلم ابو زيد قريب. عارفه؟ عارفه ولا مش عارفه؟ هكلمه اقول له انا مزنوقه في قرشين يقوم مديهم. هديهم له. خلاص 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 مالوش لزوم الكلام ده. وماله يا نوجه؟ اديك الفلوس ولو انها اخر فلوس في حساب الشركه بس ما يغلاش عليكي يا ام كمال.
أما أما حبيبتي يا غالي، عايزة حاجة أنت كمان؟ أه يا حبيبي، أصل أنا كلمت الشمسار وقال لي على تربة حلوة قوي أربع عيون شارحة وبرحة كده وترد الروح، عايزك تشتريها لي عشان خرجتي، بدل ما أنت يا أخويا عمال تصرف فلوسك على اللي ما تسواش واللي ما تسواش. أعوذ بالله من الشيطان. لا ما شاء الله عليك يا أما وعلى اختياراتك الحلوة، ده إيه المشروع الحلو ده يا أما؟ أنت عارفة أحلى حاجة في المشروع ده إيه يا أما؟ إيه؟ إنها أربع عيون عشان نبقى نطلعها رحلة كده كلنا سوا مع بعضينا، يعني أهو نرازي بعضينا دنيا وآخرة. حضرتك ما عندكش أي موانع من الإنجاب، الفحوصات بتقول كده. طيب إيه بقى؟ يعني طالما إحنا كويسين، إيه اللي مأخرنا لحد دلوقتي؟ المشكلة كلها عند الأستاذ. أستاذ مين مش واخد بالي؟ حضرتك عندك السيمن زيرو. حضرتي؟ آه سيمن 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 السيمن اللي هو إيه يعني؟ مش واخد بالي. حضرتك صعب جدا انك تخلف الا بتقنيات عاليه جدا، ودي لسه داخله مصر من قريب ونسبه النجاح قليله فيها جدا. ايه السيمن؟ انا مش فاهم حضرتك بتقول ايه. بس على فكره هو متجوز ومخلف قبل كده. التحاليل قدامي بتقول كده، ممكن يكون في خطا في التحاليل. ده اكيد. نعيد التحاليل تاني ونتاكد. زيرو. ايوه انا راجع من الشغل مخصوص بدري عشانك. لا 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 روق كده، روق انت ابني. ها انا ابوك، مفيش حد تاني ابوك. ها بس شكلنا وقعنا في قرابيس بعض يا ابن لطف العراب. تعالى حبيب امك بتعاك ليه؟ تعالى تعالى اسم الله عليه. الكلام يا لوان على الارض وسايباه مقهور من العياط كده ليه يعني؟ لو مش عايزاه روح ارميه في اي ملجا. ملجا في عين بعد الشر عليه من الملاجئ. انا ما كنتش سايباه اخويا، انا سبته مع امك ودخلت الحمام وشكلها دخلت نامت وسابتها. لا يا عين امك، انا ما دخلتش انام، انا لقيت الواد مفلوق من العياط دخلت اعمل له اكل. والنبي طب خدي يا ست واكلي. اكلي وسكتي. نناه امسك يا ولد. يا امك بتقولي ان هي لطفه. اكلي بقى وسكتي على ملبس عشان نازله عندي مشوار. راحه فين؟ كنت موسس مصر يشوف لي كم محل كده عشان البوتا سنتر بتاعي. ادعي لي يا لطفي. يا باشا سوق الاثار اليومين دول بقى فيه اسم زي الذهب. هوجن باشا ده العمله الصعبه، الجوكر اللي بيقش سكتك سالكه معاه بقى، هتشتغل وهتاكل من ورا الشحت. مالكش فيه قول لي وانا عنايه ليك اوصلك ليه، بس لا مؤاخذه اخد عمولتي. طب بص يا عم اشوفها حلو، انا دخلت السوق ده كانت على ايدك انت، وكنت عارف انك تاجر صغير وموصلاتي، بس مش مهم، مش ده موضوعنا. موضوعنا دلوقتي ان انا وعم هوجن ده مش راكبين مع بعضينا، تقدر تقول كده عاملين زي الميه والنار، ما ينفعش نجتمع تاني. ماشي؟ انا دلوقتي يعني اللي عندي بضاعه عايزك تصرفها لي، صرفها زي ما تصرفها بقى، المهم تجيب لي فلوسها، تبيعها بقى لعم هوجن، تبيعها لغير هوجن، المهم عمولتك محفوظه. يا كبير احنا مش بنشتغل في اكسسوارات حريمي لا مؤاخذه يعني ولا اشربات. الله، وانا لما اخد حته حلوه كده واروح بيها لهوجن باشا مش هسالني دي بتاعت مين وجبتها منين؟ قول له بتاع الفندام، اخترع له اي حوار مش مهم، المهم ان انت عمولتك هتبقى محفوظه في الاخر. لو انت عايز تشتغل ويكون ليك مكان في السوق لازم تصفي حساباتك مع هوجن باشا، والا لا مؤاخذه بقى تغير المشروع. افتح لك صيدليه اهو، سوق الدواء اللي من دول ماشي زي الفل. الحق يا لطفي نهار اسود. في ايه؟ نهار اسود. ايه الدخل؟ ما ايه؟ طب حرق بيه، صفي دنيتك كده وكلمني. لا تعالى تعالى بس شكرا. سلام سلام. في ايه؟ نهار اسود ومحبك في مصيبه. مصيبه ايه؟ الله يخرب بيتك، الواد حصل له حاجه؟ واد انت مالك ومال الولا؟ في مصيبه يا لطفي؟ فيه مصيبه. ما تنطقي وتقولي ايه المصيبه؟ الولا كرم اخويا اتمسك تسول من اللي راح طلعه من الاسم بقى واستلمه ببطاقته. مين؟ اوكي. كنت مستني كذا حد يدور لي على الوالا، راحوا اتصلني بالنسبه في خلقتي اول ما سالت عليه. يعني يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني يعني هو كان دلوقتي عارف بقى ان كمال ابنه كده؟ مش انا وانت عايشين حراق؟ يبقى لسه ما عارفش. لسه هات لي كرم قبل ما يقول. كرم ايه؟ انا مش عرفني كرم فين دلوقتي، انا اجيبه من ايه؟ تشوف لي هوجن قاعد فين، اكيد ما قاعد الواد معاه. قاعد الواد معاه؟ الله يخرب بيتك انت وكرم وعيلتك كلها فيهم واحد، دي عيله فقر.
كرم يا كرم يلا حبيبي يا مناسب يا حلو هتغير وحشني كده كده ولا ها سيب لطفي الحراق الحلو وتيجي كده تقعد في بيت حلو كده حرام عليك يا لطفي انا ما عملتش حاجه يلا بس اهدى اهدى بس كده وهدي نفسك ويلا معاك والله العظيم ما قلت حاجه لهوجا اقسم بالله ما قلت حاجه لهوجا خلاص بقى يلا بس ما قلتش ايه لهوجا انا كرم مفيش ده علاء انت يا كرم ما قلتش ايه لهوجل مفيش ده علاء علاء ما تقول ايه لك ايه نزل سلاحك يا لطفي لان رفعت سلاحك على كرم دي مش هعديها لك الله 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 لا يا عم هوجل حلوه بتاع زمان في ايه ده اخو مدام الصغير والمدام وحش اخوها الصغير فقلت انا اخد خاله الصغير واديهولها سيبنا ياخده وحبايب ما فيهاش حاجه يعني انت جاي تاخده من المدرسه ده انت داخل البيت سرقه دي عندك حق فيها صراحه دي عندك حق فيها وانا محقولك واسف بجد يعني لان اصل هنقول ايه هنقول ايه ما هو الكار يحكم معلش يا هوجن فوتها لي دي واخد كراميلا حبيبي ونروح لاخته وسلام انت هو في مكانك يا لطف وبعدين بقى سيب الواد سيب الواد يا عم هوجن انت مفكرنا عبيط ولا ايه؟ هسيب الواد عشان تمسكني انا؟ فيها هوجن؟ فيها هوجن بتاع زمان يا حلو مالك؟ يا هوجن نسينا ولا ايه؟ ده انا المخ وانت العضلات يا هوجن ايه؟ ما ينفعش تضحك عليا وتشتغلني مش حلو انت عايز تخش بيت هوجن سرقه وتخطف الواد وتخرج على رجليك؟ سبحان الله سبحان الله يا هوجن كبرت كبرت يا هوجن فاكر فاكر ايام زمان لما كانت امنيه حياتك تركب الاتوبيس النهري ركبته ولا لسه يا هوجن ولو مستغرب لسه هوريك الاخر انا ما يهمنيش غير كرم انا لو قتلتك جوه بيت يا لطفي مش هاخد فيها خمس دقايق انا هعد لحد ثلاثه لو ما سبتش الواد هموتك يا هوجن كمان الصغير ابنك مش ابن لطفي يا هوجن كمان الصغير ابنك مش ابن لطفي انت بتقول ايه بتقول ايه انت كمان الصغير ابنك انت متاكد وسمعت هو ونجوى هما بيقولوا ولما شافوني الناس سمعتهم حبسوني عشان كده هربت منهم انت تعرف فين بيت لطفي؟ الو يا توف الو انت لسه هتقولي الو لان كل حاجتنا من البيت وهعدي اخدكوا دلوقتي حالا هو كان عارف ان الواد ابنه يا نهار اسوح يا نهار اسوح يا لطفي اخلصي انا عليك يا ضنايا لك ابين الاتنين انيل من بعض ايه يا ترى الدنيا مخبيه لك ايه ومخبيه معاك ايه اسكت اسكت احنا في مصيبه اوعى تطلع نحسه ولا زي ابوك هوجا ولا تطلع ندلي زي ابوك الحراق استرها يا رب بقول لك يا كيم انا امي راحت واخويا راح ومش باقي لي غيرك يا كيم ها احنا ملناش غير بعض انا وانت انت يا بنت رايحه فين واخده الشنطه الكبيره دي معاك رايحين مصيف انا وتوف يلا يلا نوجه بسرعه استنى يا ولا هو ايه اللي يلا انت مالكش ام تفطمها صاحب المعزه دي ورايح على فين يا اما قلت لك رايحين مصيف واحتمال بعد كده نطلع على ليبيا ادعي لنا بس انت يلا انجزي استبر طب هجيب بزازه الواد نسيتها من الهواجه بزازه ايه انا هبقى ردها انا يا هوجن في ايه اه يا ارجع يا هوجن اللي عملتيه في حياتكم ورفعت السكين على ابني ليكم تاني هات الواد هات الواد هوجن وربنا وربنا يا هوجن ما هتخرج من هنا حي انت يا اخي انت اوسخ بني ادم خالع ربنا انت عاوز مني ايه انت من ساعه ما شفتني مستكتر يا ربنا جريت ورا بهلولور وجيت ورا مراتي واستخسرتها فيا وفي الاخر بتخطب ابني وتكتمه باسمك
ماجد انا خفرتنا بشيت لما انا كنت فاكره ابني هتموتني الواد الحيل حرام عليه اطلب البوليس يا بنت انت بتتفرج علينا تاني انت ايه شيطانه انا مش عارف ربنا يعمل معاك ايه هو انا خلقت اللي خدت الواد مش بدل ما يعيش طول عمره ابو ابن حرام لا يعرف له اب ولا ام ولا اصل ولا فصل وعليه طار روح على كف عفريت جبت له اب نضيف ومخ نضيف يعرف يدلعه ويجيب له اللي نفسه فيه اضرب اضرب ما انت ربنا بليك بجد ببخل ومخ عصفورة ده بدل ما توطي تحب على ايدنا وسيدك لطفي ان نجدنا الواد منك انت لا نفع اب لعيل ولا راجل لوحدة السند عليه انت مالكش في الواد ده هو جنات العبار يعني انتوا الاتنين عارفين ان عشت طول عمري محروم من ابوي وجايين عايزين اكمل نص عمري التاني محروم من ابني ليه انتوا اللي زيكم ما ينفعش يعيشوا انتوا حلال فيكم الموت انتوا حلال فيكم الموت لا لا انا ليه يا اخي محدش قادر يقف قصادك انا اللي هقف لك بس انت عندك حق يا ابني والله عندك حق انا اللي معرفتش اربي الواد الخايب ده جاب عيل مش من صلبه وكتبه باسمه معلي بص بص خش خد ابنك خش خد ابنك يلا محدش هياخد الوالة امال ايه اللي هياخد وكان ما قلتلكش من الاول انا كنت هقولك بس اما لقيت معاك اسلحه وموت ثلاثه خفت اقولك تموت نوجة ما هي اختي برضو انا مش زعلان منك يا كارو يلا اطلع نام تصبح على خير كمان اهلك ترميت في حضن أزبل الناس سامحني إني جبتك في دنيا بالمنظر ده بس أنا مش هسيبك تاني طول ما فيها نفس داخل ونفس خارج مش هسيبك مش هطلعك زيي هدخلك أحسن مدارس وأعلمك أحسن علام وأجيب لك لعب الدنيا أنا ما لعبتش وأنا صغير ازاي ربنا كان شايل اللعب كله عشان العبه معاه بس انت ما ينفعش يبقى اسمك على اسم اللي دمر عيلتك انا هطلع بيك بكره على الصحه واسجلك باسم بس اسميك ايه اسميك بلال على اسم اللي عشت عمري كله هو ما يخصنيش ولا اسميك على اسم جدا اللي اتظلم وقضى عمره كله في السجون بس هو بقى في حد يسمي سيد دلوقتي سيد ايه
أنا هسميك صالح على اسم الشيخ صالح العناني، وعشان ربنا يطلعك صالح في الدنيا وما تعملش غير الخير. الخير بيقعد يا صالح، مكتب الله بيقعد. بعد كل اللي حصل لي ربنا جمعني بابني وابوي، مكتب الله الخير بيقعد يا صالح بيقعد. استغفر الله العظيم يا رب. هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا وكرم وكمال مع هوجان بقاله ميجي شهر؟ انا عايز اخويا وابني حراق. حاضر، من عناية الاتنين. هقوم اخد دش والبس بسرعه واروح اجيبهم لك حالا. انوجا، هو انت ليك عين تتنقور؟ انت اللي بتستعبطي. عشان الشهر اللي انت بتحكي فيه ده انوجا، انا كنت عشان اخش الحمام بحتاج اتنين يسندوني، اروح اجيبهم لك ازاي انا؟ صحيح والله، اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار. ما هي ابني انا واخويا انا. لا، انا ايدي مش في المايه عشان انت مش عارفه ولا عارفه اي حاجه. انت مش فاهمه اي حاجه. الواد ده ابني في شهاده الميلاد وقدام الحكومه وقدام الشعب، وهجيبه هنوجه. اتصرف. انا سامعاك من بدري يا لطفي. عيال ايه يا اخويا اللي هتروح تجيبها يا اخره صبري؟ ابني ياما، ابني هجيبه ولا عايزاني اسيبه للنقطع ده؟ بص ياما، بص ياما، حتى لو الواد ده مش ابني برضه مش هسيبهوله. انت يا ولا النسوان لحست مخك باين ولا ايه؟ لولا اني بخاف ربنا وبخاف على الولايه كنت قلت لك من بدري طلقها ابو زي الاخس دي ورجعها للعشش اللي هي جت منها. يا اخويا من يوم ما شفناها اللي ما شفنا يوم عدل. جرى ايه يا ام لطفي؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ على اساس ان عشتك من قبل لما تشوفيني كانت فين؟ في البيت الابيض؟ ما تفتكري كده وارجعي بالذاكره لورا. بت بت نوجا نوجا، لم نفسك بدل ما عمر قطعتلك. يا ولاد انت كنت بتركب التوك توك بتقول يا حرز فين ومفكره نفسك في الملاهي؟ ما تخليني ساكته. ده انت من يوم ما شفتني يا ام لطفي وانت العز كيتس، ايش فيلل وعربيات وفلوس وذهب وايه؟ عشان ايه؟ عشان نوجا دي وش السعد. قمر قمر بالساتر. ما تبقيش زي القطه بتاكلي وتنكري. صلي على النبي في عبك. بس بقى الصلاه والسلام يا اخي. بس انتوا بتستغلوا العادات يعني؟ انا ربنا لو انا يعني بس اشد حيلي شويه صغيرين ما اقعدلكوش فيها. بنت منا فين؟ البت منا؟ لا البت منا اصلها شكلها ايه؟ ملهاش يعني في الرجاله الرقد. ايه؟ بس انت من ساعه ما قعدت ورقدت الرقد الحلوه بتاعها دهيا وهي عامله البيت لقنطه. بتنزل وتغيب وتجي على النوم. يلا الله يعينك يا منا. عاوزه 5 مليون جنيه يا لطفي. نعم يا اختي. 5 مليون جنيه يا لطفي. انا خلاص رسيت على كل حاجه في المشروع بتاعي، مش ناقص بس غير ان انا اقوم على رجلي. طب وليه يعني؟ ليه نلعب بعيد عن بعضينا؟ ما انت معايا في الشركه. معاك زي خيال المقات، راح جاي زي المخفى عليه. ربنا يتولاه بقى مطرح مراه. لا ليا صفه ولا المال مالي. نخليه مالك ازاي؟ صراحه انا كنت محضرها لك مفاجاه. ايه؟ عارفه انا هعمل لك ايه؟ هتعملي ايه؟ هكتب لك الشركه كلها باسمك، وهجيب لك المحامي بالورق، وهنمضي على كل الورق كله. قول والله يا لطفي. والله يا لطفي. يا لهو عليا وعلى سنيني. إيه؟ انا كنت ظلماك، انا كنت فاكره ان انت جشع وما بتحبنيش. بت يا بت، انا ما بحبكيش. انا اصلا بحب اي حد في الدنيا دي غيرك انت. خلاص بقى خلاص. طب بقول لك صحيح، وانت بقى مش هتطلق منا؟ ما كفايه جوزتها لحد كده. كفايه من انا ناحيه بالظبط، مش واخد بالي يا توفي. ما انت متجوز عشان تكدنا. انا فاهمه كل حاجه. دلوقتي احنا خلاص حبايب، نطلقها بقى عشان نشوف اللي ورانا. اطلقها؟ بس هو انا يعني كنت بكيدك بيها ليه؟ ما انت لو كنت مفطماني من الاول على اللعبه اللي انت كنت بتلعبيها دي كانت السكه تبقى غير السكه. بس انت هددتيني بقتل ابو زيد عشان اكتب الواد باسمي. بس اللعبه مش حلوه. الواد راح. ايوه يا باشا، كنت عايز اشوفك ضروري. عندي ليه خبر بمليون جنيه. بقول لك ايه يا منى يا حبيبتي، انا مش فاضلك خالص الايام دي. لو في اي حاجه مهمه ابقى بعتيها لي على التليفون. يا باشا ده انا جايبه لك الضربه الكبيره، ماتش الاعتزال زي ما بيقولوا. بس تقدرني صح. انجزي يا منى. هاخد منك مليون جنيه. انت هبله يا منى.
وانت لما تسمع بس اللي انا هقوله لك هتطلع دفتر شيكاتك لوحدك وهتكتب لي اللي انا عايزاه. قول يا مان. لطفي قتل واحد اسمه بوزيه. قولي تاني يا مان. نقول تاني. لطفي الحراق قتل واحد اسمه بوزيه، ونوجا كانت بتهدده بالحكايه دي عشان يرضى يكتب الواد ابنك باسمه. عارفة يا منة، المشي البطال يا ما بهد الأبطال. مين الحلو يا حلو يا حلو اللي هيبقى عنده شركة دلوقتي بتاعته لوحده خالص؟ بتهزر يا لطفي؟ وحيات أمك؟ وطي صوتك لما تصحى وتفض الشراكة وتقولي نص بنص مع نوجة. ينقطع لساني لو حقها يضيع. طب يلا هسكت خالص. يلا 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 امضي. امضي هنا اهو. اه طب ما انا عندي فكره بقى، ما انا هبصم احسن. ايه رايك؟ اصل انا خدت في العربي مفحكش. مفحكش؟ انت تعملي اللي انت عاوزاه، تمضي تبصم اعملي اللي انت عاوزاه. انا جايب لك خدامه، بصي لغوصي ايدك وعيشي على الورق. يلا لطفي هنا اهو. يلا يلا ادي بسرعه. خلاص مبروك انا جنوجه. الله يبارك فيك يا لطفي. عارف عشان اللي انت عملته ده اهو ليك عندي هديه. ايه هديه؟ ايه؟ استنى. طيب ماشي امسك قلب في الصور ده هي ومسمس. وماله؟ اسحب اسحب تعالي لي انا. بعتيني الهوجان بكام؟ يعني اتجوزتك ونضفتك وعملتك بني ادم وخليتك ست ومحترمه بتبيعيني ليه؟ لو عايزه فلوس وليه اديك مليون اتنين عشره؟ انا معايا فلوس قد 100 هوجان. انما توقفيني قدام نفسي في المرايه واشوف نفسي سبايا ليه؟ لا 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 انا والله ما بعتك، والله ما بعتك. ما كنتيش ازاي؟ ما كنتش عايزه فلوس، ما كنتش عايزه فلوس. انا كنت عايزه امان بس مش اكتر. وانت لا فلوسك ولا امانك لحد يا لطفي، لا ليا ولا النوجة ولا لامك. انت بتحبش غير نفسك وبس، وبتكره اي حد غيرك. انت لسه هتودي عليا؟ انت عارفه انا هعمل فيكي ايه؟ انا مش هخليكي تهزي دماغك. لا انا هقطع رقبتك وعلق راسك على باب البيت، وطول ما انا رايح جاي اقعد العب فيها كده وهزاها. لا يا ولد يا ولد، البنت هتموت في ايدك. ايه يا اما ايه يا اما؟ دي زباله. ما تفسخش ايدك بالزباله، سيبها. ما تفسخش ايدك. روح اجيب لي ورقه فاتحه وخدتها بسرعه من جوه. عيني يا اخويا. ايه يا اما يا اما؟ دي بتخنك. ما انت اللي لمم علينا زباله الحريم. خد يا اما، خد يا اما. اوعى يا اما كده. لا تعالي. لا لا تعالي هنا. مش هخلص عليكي. انا مش هخلص عليكي وتتحسبي عليا بني ادمك. عشان انت اصلا صندوق زباله. ليه لطفي والنبي؟ انا هخليكي بقى ايه تبصمي على كل حاجه كده عملتها لك وجبتها لك عشان تخرجي بالحاجات اللي جابها لك الوسخ الثاني وبس، وخليه ينفعك. يلا يا حبيبتي طار. تعالي تعالي بقى هنا. غرض في داهيه وربنا يا لطفي ما تستاهل دفرك. هو انا كل خرابه يطلع لي فيها هوجن؟ بس انا مش هخسر، انا مش هخسر ومش هقع، وهقف على لعبة كل واحد فيكو وهتدفع عليكو من فوق. بعد اذن سعادتك يعني كمال باشا، انا شايف ان المفروض سعادتك وبهلول تصفوا بقى خلافاتكم القديمه. احنا جماعة كده لو ما حطيناش ايدينا في قدام بعض وربنا يهوجن هيكون واحد ورا التاني. انا ما عنديش مانع بدليل لما بيدولي فتحت لكم مكتبي. احنا عايزين نبدا صفحه جديده. كل اللي فات ده نموته لان تعابينه طلعت علينا من كل الجحور. وانا من ايدكوا دي لايدكوا دي. عارفين ليه؟ لان انا طول عمري معلم، ولما المعلم يتكلم قصدي يعني ان انا ابن سوق، وابن السوق يعرف يسوق ويمد ايده للمصلحه حتى لو كانت جايه من ايدين اللي غدروا بيه وعلموا عليه. ماشي يا كمال البيت، نبدا صفحه جديده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى عايزاكم كلكم جماعه كده تشقلبوا وتجيبوا لابني من هوجا. ماشي
هوجن ده لازم يموت. مش كفاية يموت، لازم يعرف قبل ما يموت ويفهم هو لعب اللعب القذر ده مع مين. اتعذب يا باشا، بعد إذن سعادتك اتعذب. أنا بقالي شهر ما خرجتش من البيت. خلاص، كل حاجة عملها هوجن هيدفع ثمنها وبالفوائد كمان. طب أقسم بالله القعدة الحلوة دي نقصاني. لا 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 لا، يا لهوي، ده هوجن معلم عليك واحد واحد، ومحدش هيعرف يرد الضربة دي من غيري. ما أنا اللي كنت معاه، وأنا بقى عارفة الضربة اللي توجعه فين. أهلاً يا ضربة. وردة. أهلاً يا حامش. مدام وردة كلمتني وعرفت منها إن هوجن استندل معاها زي ما استندل معانا بالظبط، وقالت لي إنها جايبة معاها هدية لينا. الفلاشة اللي بهلول سلط هوجن ولطفي ونوجا عشان يسرقوها منك يا باشا، سبحان الله وقعت تحت ايدي بالصدفة. بس هوجن معاه نسخة منها. طب ما هو كده ما يبقاش ليها لازمة. ملهاش لازمة. الناس اللي في الفلاشة دول لو اترادوا هوجن اللي هيعرف ياخد بيهم حق ولا باطل، وساعتها بقى ناخدهم احنا تحت جناحنا قبل ما هو ياخدهم في صف. تجننتش ولا ايه؟ انت عارفه الناس دول مين وتمنهم قد ايه؟ في ايه بس يا ست الكل؟ ده انا شايف يعني صراحه ان ورده جايه مدلنا ايديها بالخير كله. يعني نقفل بابنا في وشها ولا نمسك ايديها؟ انا شايف يعني صراحه تركبت الشر الحلوه اللي قاعده دي والتجميع الحلوه دي عمر ما كان حد فينا يحلم بالكلام ده خالص. بصراحه القعده دي ما توقعش هوجن، توقع هتلر ذات نفسه. بعد اذنكم لو ما فيهاش اي اساءه ادب مني تسيبوا لنا الطلعة دي. طيب طيب، في ايه؟ في نجوى صبري المنوفي. انا نجوى صبري المنوفي، في ايه؟ عملت حاجة؟ باشا، ايه ده؟ هو في ايه بالظبط يا باشا سعادتك؟ في ايه سعادتك؟ معانا امر من النيابة بالحجز على كل ممتلكاتها، والقبض عليها لحين تسديد ديون شركتها للبنوك. شركتها؟ بقت تكتب لي الشركة باسمي عشان مالكش غيري يا لطفي؟ بتحبس مراتك يا واطي؟ بتحبس مراتك يا لطفي؟ الحق ابنك كام يا لطفي؟ يا باشا ما تجيبليش شركتي. ليه كده بس يا لطفي؟ دي عاملة تعملها؟ خلاص خلاص، انت عندك حق يا نوكا. يا باشا بعد اذن سعادتك يعني انا مش هينفع احبس مراتي. حبيبي ربنا يخليك. انت طالق انو؟ يا نهارك اسود، بتقلقني وربنا يا باشا مش شركتي، ده شركه لطف. استنى بس يا باشا مهند. يلا معلش. وربنا مش شركتي يا نوجة. ماشي يا لطف. يا نوجة ماشي يا لطف. لا استنى بس، وربنا مش شركتي. دي عامله تعملها يا نجم انت يا ورا، مش هتبطلنا دهله بقى. يلا باشا. الله، يا مساء الورد البلدي، ايه الحلاوه دي؟ وربنا وحشاني. عارفة وحشاني من امتى؟ من ساعة ما بعتيني اجيب لك ازازة مية من الكشك، فاكرة ولا ناسي؟ يا خطوة عزيزة يا لطفي حراق، اقعد. ماشي. يا ترى بقى الست نوجة عارفة ان انت عندي هنا؟ ولا جاية من وراها؟ أنا كده أزعل. أنا كده أزعل منك وجامد، عارفة ليه؟ عشان لطفي الحراق ما بيستأذنش. وعارفة ليه كمان؟ عشان انا دلوقتي بقيت راجل سنجل مطلق. يا الف بركه. سي ثانكيو. خير؟ يعني انا بسمع ان هما بيقولوا ان عدو عدو بيبقى صاحبه وصديقه، يعني احنا كده بقينا اصدقاء. بس صراحه انا طمعان في اكتر من صداقه شويتين ثلاثه اربعه. وهم كمان بيقولوا قلة الصداقة أشياء. نعم، قلة الصداقة أشياء. غلط مش صح. ما ترسيني طمعان في إيه؟ لا أنا مش طمعان ولا حاجة، بس أنا شايف يعني إن مدام حبيب القلب الأولاني هو كان باعك في الأوكازيون، أنا شاري. حط قرشنا كده على قرش بعض ونكبر سوا، نحط إيدينا في إيدين بعضينا ونكتب الكتاب ونبعت الجواب ونبسط بعضينا جامد. هو انت عاوز تتجوزني يا لطفي حراق؟
ايوه بس على سنة الله ورسوله. موافقة بس بشرط. شرطي شرطي هحط فلوسي على فلوسك ونبقى شركة في كل حاجة. حلو. اللي قاعد قدامك ده مفلس أنضف من شركة الصابون ذات نفسها. بس اللي أنا أعرفه إن أنت سرقت الأثارات من بهلول واللي عملت لك كل ده بتمثال ولا اتنين. أثارات إيه؟ دول بقوا معلومين زي عرايس المولد مرميين ملهمش أي صرفة. صرفتها عندي. هات بس كل اللي تقدر عليه وأنا هصرفهولك. طب معلش يعني أنا ما تأخذنيش. أنا لما أديك الحاجة إيه الضمان بالنسبة لي؟ أصل أنا ما بقتش تلميذ دلوقتي، أنا اتخرجت من المدرسة من بدري. ما تقلقش أنا هدفع كاش وهبيع. مش غلط. طب نقرأ الفاتحة والمصحف. والمصحف ما حافظها. بس عامة ألف 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 مليون مبروك. بعد إذنك عم فتح. هو أنت هتتجوزيه وكمان هتكيشي؟ أنا هطمعه لحد ما أخد كل اللي معاه. اللي مع لطفي ده أنا اتبهدلت واتمرمطت مع بهلول عشان أوصل له طول عمري. يعني من الآخر كده يا مجدي، كل اللي مع لطفي لازم يبقى على حجري هنا. الله، أمال فين الست لميس مراتك حالياً؟ ولا مؤاخذة مدام بهلول سابقاً؟ لا لميس لميس تعبت وسافرت بره. جدعان يا جدعان وربنا، هوجن هيخلص علينا كلنا واحد ورا التاني. أنا بقيت بمشي في الشارع بتلفت ورايا زي الحرامية. الحراميه نفسهم ما بيمشوش يتلفتوا حوالين نفسهم كده في الشارع. هو عمل معاك ايه تاني؟ هوجن وقع شركه لطفي الحراق وزق عليه البنوك. بس لطفي كان عامل حسابه وشايل الشيله كلها لمراته، ويا حرام اتقبض عليها. فاكر اول ما شفتك لطفي قلت لك ايه؟ قلت لك انت عيل زباله. حصل؟ حصل. انت غدار وخاين وبياع بتستندل مع اي حد حتى مراتك يا اوطى خلق الله. خليك في حالك، خليك في حالك يا بهلول يا حامش، لحسن وربنا كل اللي جواه دلوقتي هطلعه فيه. ربنا هزر، احنا مفيش قدامنا وقت دلوقتي. هوجن بيتحرك اسرع مننا، يا يخلص علينا يا نخلص عليه. ماشي ماشي يا ربيت، نخلص عليه بس ازاي؟ هو احنا مش سيبناها لكمال باشا مره وسيبناها لطفي مره وسيبناها لك انت يا بهلول باشا كذا مره؟ خلاص سيبوها لي انا بقى المره دي، وانا هوريكم انه ما يجيبها الا حارمها. خير يا ورده؟ عاوزاني في ايه من ورا هوجن باشا؟ عاوزك في مصلحه حلوه. عايز ايه يا لطفي؟ اهو بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعضينا وعشتني. تصدق برغم كل اللي انت عملته فيه بس طول عمرك بتضحكني. الله يكرمك. عايز ايه يا لطفي؟ عاوز اقول لك على سر خطير جدا يا ممكن. قول. انت ما طلعتش غبي. تصور طلعت انا اللي غبي. ما عرفتش اقراك صح اول يوم شفتك فيه. بس انا قريتك صح من اول مره شفتك فيها وعرفت انك غبي. طب اقول لك اهو جد، اللعبه الحلوه اللي احنا فيها دي احنا بدأناها سوا وفي نصها دلوقتي، فبلاش نفتح سرنا جامد عشان مش عارفين مين اللي هيقفل على الكريدت في الاخر. لا يا بابا، احنا فعلا بدأنا اللعبه سوا بس انا اللي هنهيها دلوقتي. انت خسرت كل محاولاتك، الضربه اللي جايه لموتك. اقول لك كلمتين زي بتوع الأفلام والمسلسلات؟ قول. أنا قطة هوجن بسبعة أرواح، يعني مهما عملت فيا هلم بعضي من تاني وأقف على حيلي وهجيلك في كوابيسك وهسودها عليك. القط يحب إيه؟ خناقه؟ صح، وأنت فعلاً قطة يا لطفي، بأمارة إنك قاعد معايا دلوقتي. طب أقول لك على حاجة كمان يا عم هوجن حلو. قول. أنا حسبتها صح في الأول بس أنت اللي بوظتها. كنت
كنت انا المخ وانت العضلات. عارف كان زماننا معانا ايه دلوقتي؟ كان زماننا معانا قد الفلوس اللي معانا دلوقتي مليون مره، وكان زماننا ملوك السوق. السوق ملوش غير ملك واحد يا لطفي. وماله؟ ايه المشكله يعني؟ كنت تبقى انت الملك وانا الوزير. الملك هو ربنا يا لطفي. ايوه، وكلنا عبيده بننفذ ارادته. المال ملك للي خلق، ومهما غرفت منه عمر بطنك ما هتاكل اكتر من طاقتها. جدق الحكي. عارف ليه يا وجن؟ ليه؟ عشان شغل الدروشه اللي انت فيه ده مش لايق عليك. عارف كان لايق عليك انت ايام ما كنت بالزنط الزيتي والبنطلون الازرق اول ما شفتك في القطر زمان، لما قلت لي ان سجاد السيده احن على البني ادم من حضن امه. لكن دلوقتي ايه؟ دلوقتي ايدك دي زي ايدي دي، الاتنين غرقانين في الحرام. ما تبقاش غلط. مش غلط. مش غلط اني فهمت الدنيا صح. ولو ايدينا احنا الاتنين غرقانين في الحرام يا لطفي، فانا بغسل ايدي بس انت ما بتستحماش. عامه احنا لسه فيها. لو عايز تخلص من الناس اللي ظلموك زمان، كمال بقى، بهلول، ورده، محمود، ايا كان، اربع رصاصات يخلصونا منهم وانا عازمك عليهم. ونرجع سوا بقى مع بعضينا زي زمان، زي القطر والحاره والطلعات بتاعت بالليل. واوعى القطر جاي علينا. ايه نسيت؟ لو بالرصاصات احرقها يبقوا خمس رصاصات، وهوقفك في الصف وانا بضرب نار. انت لسه يا لطفي عاوز تلعب دور الشيطان وتوسوس لي في وداني؟ لو بقك هو بقك فوداني ما بقتش وداني. حلو. حلو يا عم هو. طيب. لو ده آخر الكلام أهو كان، أحب أقول لك إن الحراق هيضحك جامد أوي في الآخر. ما بقاش فيها ضحكة خلاص يا لطفي. اللي جاي كله عياط. واللي هيعيط جامد هو اللي هيعيط في الاخر. هز راسك. هز راسك. اللي جاي ما جاش زيه. الو، ايه يا هوجن؟ ايه يا حور؟ لطفي الحراق راكب عربيته وطالع على التراب بتاعت ابوه. طب اطلع وراه وما تظهرش غير لما اجي لك انا والرجاله. سنوسي، عم سنوسي، عم سنوسي. ايه ده؟ استاذ لطفي. الحمد لله على السلامه يا استاذ لطفي. يخرب بيت تنحتك يا اخي. طب صحه وسلامه. ربنا يخليك. بقول لك ايه، روح بقى، ها سجارك الحلوه الصفرا الخضرا حمرا دي، ها، وتروح تجيب لي ورد حلو عشان نطري على الحاج هنا تحت. الف رحمه ونور على الحاج. المهم من عند الراجل بتاع الورد اللي هو البعيد قوي قوي ده. ها عارفه؟ عارفه عز المعرفه. يلا. الهي يوسع عليك. الهي ما بقى اخلص. الهي ما تقع في دي. اخلص. سلام عليك. تتلم قوي. السلام عليكم ابويا. في ايه؟ اتأخرنا عليك؟ في ايه بالظبط؟ أنا مش فاهم حاجة. دفن الآثار في تربة أبوك، حتى الراجل الميت ما رحمتوش من ندالتك يا أخي. آثار؟ آثار آثار إيه يا هو؟ كان مفيش آثار ولا حاجة. أنا أبويا كان وحشني فجيت أقرأ له الفاتحة مش أكتر.
كنت نازل تحت تقرأ له في ودنه ولا أبويا كان سمعه تقيل. طول عمرك دم خفيف يا لطفي. ربنا يخليك. يلا رجالة انزلوا هاتوا الصناديق عشان نوسع للحاج في تربته. حرس رمضان انزلوا هاتوا الحاجة زي الزعيم قال. معاهم يا منفاه. صح. صح إيه؟ مفيش حد هيقف ناحية الحاجة. اتفضل. يلا انزلوا. حرس. امسك. هات. اوعى ايدك بقى انت يا صالح. يا صالح خلي بالك من صالح. اوعى ايدك بقى يا صالح. بس بيه بطلي معافره يا بنت اللبيه. قرايه يا بنت سويفه ما تشوفي نفسك هتروحي فين وسط الرجاله دول؟ لما المعلم يتكلم انت تبقي ودن وتسمعي الكلام وبس عشان ما تضريش نفسك ولا تأذي العيل الصغير اللي معاكي ده. انت عارف هوجن لو يعرف اللي انت بتعمله ده هيعمل فيك ايه؟ مين؟ هوجن ده اختراعي يا بنت اللبات اختراعي انا. اه والله هوجن ده العفريت اللي انا طلعته وانا اللي هصرفه وقفه خلص علي خالص. خدوها جوه كتبوها. هلو هلو الاوعى عينك انت وهو كتبوها او كتفوا العين. نهار اسود ده في قتيل هنا يا راجل. قتيل؟ قتيل ايه؟ مفيش قتيل ولا حاجه. قتيل ايه؟ قتلت مين يا لطفي؟ مفيش حد. ده انا ابويا هو اللي مدفون تحت لوحده هنا. ابو زيد مين؟ ابو زيد؟ لا ابو زيد انا والله العظيم والله العظيم. استنى رمضان يمكن عنده حق ما تظلموش. نزلوا القبر يا رجاله واقفلوا عليه ويتصفى بقى هو ابو زيد ويشوف قتله غلطه ولا قاصد. لا 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 ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ اهو كان مش 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 هينفع كده. ده انت حتى يعني خدت كل حاجه وانا غسلت كل حاجه. الضرب في الميت حرام يا هوجة. اكرم الميت دفنه يا لطفي. حي دفنه حي. ما ينفعش كده يا هوجة. ما ينفعش سيبوني عشان كده حرام يا هوجة. ما ينفعش اموت كده. ومن اعمالكم صلت عليكم. تبت تبت يا شيخ هوجة. انت توبتني. سيبني بقى. انا ماليش دعوه بالموضوع ده. ربنا اللي يحكم فيه. طب اقول لك على حاجه. اقتلني الاول وبعدين اتفلني. يعني خليني اموت حلو. يعني ارحمني في موتي. وانت ما رحمتنيش في عيشتي ليه؟ اقول لك على حاجه. اعتبرني عبد. اعتبرني عبد ليك. خلاص انت عملت فيا كل حاجه حلوه. انت عملت فيا كل حاجه حلوه وتوبتني وخليتني زي الفل بني ادم نضيف من جوه. انا عبد ليك. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. نزلوه. يلا. طب ثانيه واحده بقى. ثانيه واحده. انت ايه؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ولا صدقت شويه الكلام اللي انا كنت بقوله لك دلوقتي؟ بقول لك ايه يا هوجة؟ موتة لطفي الحراق غير. انزل بالتراب يا
لله. يلا بينا. هوجن، هوجن. يا حورس، كنت عايز اقول لك على حاجه يا هوجن. خير؟ انا مش هاجي معاك الشركه. مش هتيجي معايا الشركه ليه؟ انا عارف يعني ده مش وقته. بقول لك ايه يا رمضان، ما تنساش تخلص من عربيه المرحوم. قاعده. مش جاي ليه؟ انا عارف ان هو مش وقته، بس انا يعني هسيب الشغل. تسيب الشغل؟ احنا اللي بينا شغل يا حرص، ده احنا اخوات، ده انت اقرب حد ليا في الدنيا دي. بصراحه هوجا انا يعني هتجوز بطه، وهي مش عايزاني اشتغل معاك بعد موضوع ابوها وكده. هتبيع اخوك عشان واحده ست الشيطان راكب دماغها؟ وسعتك يا هوجا، انا فيا اللي مكفيني. ماشي يا حرص، براحتك يا اخويا. امسك يا حورس، دي نقطتك ومكافأة نهاية شغلك معايا. امسك، بس أنا عايزك تخليك جنبي الليلة دي، الليلة لسه طويلة.